السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب فيكم وأقول لكم عيدكم مبارك وعساكم من عوادة وأيضا من العايدين والفايزين. طبعا من العايدين والفايزين هو برنامجكم اللي بإذن الله راح يكون مليء بالمسابقات، وبإذن الله أن أصدقائنا راح يفوزون بالجوائز وأيضا في بعض المفاجآت اللي إن شاء الله بتعجبكم. وحبيت أقول لكم إحنا حاليا موجودين في حياة بلازا، طبعا في قسم المطاعم، بنكون متواصلين معاكم من أول إلى رابع أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 4 إلى الساعة 5. حياكم الله، احنا في انتظاركم. وأيضا بالمناسبة شكر خاص ل طبعا مطعم حدائق كنعان ومجمع الميرة والجنجل زون، وأيضا في اللي موجودين حاليا في حياة بلازا لتقديمهم لنا بعض القسائم الشرائية واللي راح تكون بإذن الله مع الجوائز واللي بيستلمونها أصدقائنا، وبالإضافة إلى قسائم شرائية من سامسونايت وأيضا حقائب مدرسية من مسافر ومجموعة هدايا من تويز فور مي مثل ما تشوفون. يعطيهم العافية ما يقصرون، ولا راح أطول عليكم. خلونا أول شيء نبدأ بأكبر مفاجأة معانا اليوم، وهي صديق البرنامج الجديد لبيب. رحبوا معاي في لبيب، صفقة يا شباب، صفقة، رحبوا في لبيب. جاسر، ها لبيب وينك؟ مرحبا. السلام عليكم يا جاسر. عليكم السلام، كيف الحال؟ الله يعافيك، حياك جايب هنا؟ حياك المسرح. من أين؟ من هنا. من أين؟ يمين يمين. من هناك؟ لا لا لا، من هنا. من هنا؟ ليما لبيب. هاي 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 هاي. يلا يا مرحبا يا لبيب. يلا السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. كيف حالك لبيب؟ كيف الحال؟ أشوفك متوتر متلخبط شوي، ما تعرف. جاسر جاسر، المشكلة بأن هذه هي أول مرة أشترك بها في برنامج تلفزيوني، يعني كان في القبل ابن خالي جانكوز يقدم هذا البرنامج، ولكن الآن جانكوز لم يتمكن من القدوم لأنه ذهب بعيدا لكي يتابع دراسته، ولكن الآن يا جاسر كيف سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ أين سأبدأ؟ من أين سأبدأ؟ كل شيء بسيط ان شاء الله، كل شيء بنحل. اول شيء مكانك مش مع الجمهور، ايه؟ مكانك هنا في المسرح معاي، ايه؟ طيب، ايه؟ مكانك موجود في المسرح. طبعا المسرح، ايه؟ بشرح لك شوي، ايه؟ عن البرنامج، ايه؟ شيء بسيط. اول شيء المسرح، ايه؟ بتكون عليه المسابقات، اغلبها مسابقات بدنيه اللي هي مثل الحين شد يا جاسر يا جاسر يا جاسر، هل تعتقد بانني لم اطلع على البرنامج؟ طبعا اطلعت على البرنامج وانا اعرف يعني أن هناك الكثير من الالعاب. طبعا يا جاسر ما شاء الله، طيب هناك الكثير من الالعاب. طيب عدد لي اياها، عدد لي اياها، ها عدد لي اياها، قول لي بعض المسابقات. سأقول لك يا جاسر، الألعاب الموجودة معنا على المسرح هي ألعاب متعددة بين ألعاب حركية وألعاب تفكيرية. ألعاب الحركية هي تبدأ بالمسرح. شوي 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 شوي. جاسر، إذا تكلمت بهالطريقة ما حد راح يفهمك. ولكن يا فهمتوه يا شباب؟ لا صح؟ حسناً. شوي شوي. سأحاول بالبطيء. طيب. إذا هناك مجموعة من الألعاب الذين سيشارك بها الأصدقاء هنا. أولاً اعذروني على اللغة العربية الفصحى، ولكن لم أتعلم الكثير الكثير. طيب شوي شوي. أوكي، لغتك العربية الفصحى أنا أقول لك أنها ممتازة. بس طيب. جاسر، يعني في عنا هناك الألعاب، الألعاب التي مثلا الخيشة، حلو، القفز الخيشة، حلو، كذلك هناك الفرز الألوان، تك 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 تك، الكثير من الألوان وعلينا أن نفرزها. طيب لحظة بس، فرز الألوان وين؟ على المسرح ولا على الطاولات؟ على الطاولات طبعا. أكيد. يا جاسر، على هذه الطاولة والطاولة هناك. صحيح. وعندك وش المسابقة الثانية؟ ها؟ على الطاولة بعد، هرم الأكواب، صح؟ ها؟ أوكي خلاص، شو رأيك نروح الأهم شيء في البرنامج؟ اللي هي القرعة. جاسر، ولكنك قلت بأنني أنا أهم شيء في البرنامج. أنت ثاني أهم شيء في البرنامج. القرعة هي اللي تحدد من اللي بيشارك معنا من أصدقائنا، صح ولا لا؟ جاسر، غير يلا خلاص، أنت أهم شيء، بس جيب القرعة يلا. القرعة؟ إيه جيب القرعة، خلينا نشوف. حسناً، القرعة. هل تريد اللون الأزرق أم اللون الأحمر؟ الأحمر. الأحمر. يلا. إذاً أصدقائي، انتبهوا جيداً على معصمكم. كل اللي معاهم مساور حمراء يرفعون يدهم، اللي معاهم مساور حمراء. لون أحمر؟ حمراء. اللون الأحمر، اللون الأحمر، أيوة اللون الأحمر. يلا كل واحد يشوف رقمه يا شباب. يلا. انتبهوا جيدا لأنني سأسحب رقم من هذه الأرقام.
تأثر بسرعة. أسحب؟ إيه أسحب. حلو. طيب أمسك. لا هذا. طيب بسم الله. الرقم هو رقم توقعون كم؟ 57. رقم 57 وين؟ ما اللي رقم 57؟ لا 97. 57 وين؟ 57. تفضلي. يلا تعال. يلا اللي يطلع رقمه على طول يطلع على المسرح. رقم ثاني؟ اي رقم ثاني. كم بخلي رقم بخلي هذا معي. واحد. حلو. بسم الله رقم كم؟ 62. 62 تعال يلا مرحبا. ها تفضل يا جاسر. شكرا. تفضل. شكرا. مشكور. تعالوا. هنا. يلا تعالوا خلنا نتعرف عليكم اول شيء. تعال انت. يلا تعرف على هذا. انا بتعرف على هذا. تعال. شو اسمك؟ شو اسمك؟ عليا. صوت عالي. عليا. يا مرحبا يا عليا. يلا تعرف على اسمك؟ زينة. 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 كم أعماركم؟ زينة. كم أعماركم زين؟ كم عمرك؟ زينة. سبع. غنى 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 عفوا يا جاسر. غنى غنى كم عمرها؟ عشرة. عشرة سنين. حلو العمر كله. طيب ننتقل المسابقة على طول يا جنكوز. طبعا يا جاسر. يلا اختار واحدة منهم. من تبي يكون فريقك؟ غنى. يلا أنا بي. تفضلي يا غنى. شسمش علياء صح؟ يا مرحبا. تفضلي. وقفي هنا. طيب. لحظة. جنكوز لبيب. جنكوز الله يذكر جنكوز بالخير. جنكوز يا جاسر. لبيب. طيب. شوف بطاقاتك نسيتها. ها بطاقات البطاقات البطاقات. لا تبدأ تنسى. شكرا شكرا. طيب. معاي علياء فريقي وانت معاك من فريقك؟ غنى. غنى. طيب. المسابقة هذه أصدقائنا هي هرم الأكواب إذا ما عرفتوها. طبعا هرم الأكواب معروفة. أول شيء يبدون يا لبيب تعرفينها؟ نعم لبيب يبدون بثمان أكواب طبعا كقاعدة طبعا بعدين سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان لين واحد. أوكي. وبعد ذلك يضعون هذا. فهمتي؟ هرم الأكواب يعني تاخذين الكوب سوينا كذا ثمانية جاهزة. زين بعدين هذا واحد فهمتي؟ ثمانية سبعة ستة فهمتي ولا لا؟ يلا أنا بساعدك. يلا جاسر يلا معاي ثلاثة اثنين واحد انطلقوا يلا. اوكي سوي ثمانية بعد 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 حلو. لا 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 كملي كملي. لا ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أيوة. ستة سبعة ست ثمانية سبع كي. لحظة ثمانية يلا كملي ست ايوه ايوه لحظة شجعوهم شجعوهم. لا لا هنا احسن احسن اسرع 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 يا عليا يلا اوكي سويها فوق يلا من فريق غنى حلو جاسر ايوه نخلص قبلكم لا 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 يا جاسر سوف أيوة. ننهي لا 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 طيح لا طيح انتبه انتبه لا تطيحينها انا برفعها فوق تبعي 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 يلا لا تطيحينها لا تطيحينها حلو صفقة يا شباب وين الصفقة؟ وين الصفقة يلا؟ لا 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 يا جاسر لا يا جاسر احسن احسن ممنوع 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 المساعدة يا جاسر تبعي 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 هذه هي نهاية الغش طيب يلا انا بجمعهم طيب يلا كملي جاسر تبقى لنا 30 ثانية طيب 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 خلاص 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 وقفوا وقفوا ستوب 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 طيب شباب احنا ما عرفنا نقرر ولا حتخلص فانتم بتختارون من اللي فاز شوفوا من من اللي افضل من اللي افضل علياء ولا غنى غنى صح غنى انا عندي حل يا جاسر على يلا خلاص لحظه 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 اختاروا بسرعه يلا واحد اثنين ثلاثه من طيب انا بقول لكم انهم كلهم فازوا معانا يلا صفقه 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 تعال تفضل يا غنى تعال اول شيء تعالوا خليكم بالنص شوي تفضل طيب غنى اهلا لحظه علياء وايضا لدينا قسائم شرائيه طبعا بالاضافه الى الهدايا المقدمه من قناه الريان هذه قسائم شرائيه من اين يلا وطبعا هي من الميره من سامسونايت وايضا عندكم من مسافر مبروك
وأيضا فيه بسيمة من مطعم حدائق كنعان، يعطيهم العافية. طيب يلا، شكرا لكم، تفضلوا. صفقة 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 للجميع. يلا يا لبيب، هيا نروح القراءة. رقم واحد من الرقم الأزرق. يلا يا الأزرق. يلا أبي رقمين. هيا 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 جسر. أوكي رقم واحد. طيب أمسك أمسك جاسر. الرقم هو رقم 13. رقم 13 وين؟ محمد شقيته يا لبيب، ليش؟ رقم 13 يا مرحبا حياك. طيب خلنا نتعرف على محمد. محمد صح؟ شو اسمك؟ محمد. زين يعني طلع. طيب كم عمرك؟ 8. 8 سنين. طيب تعال معي يا محمد، يعطيك العافية. تعال يا محمد. وقف عندك، ها؟ خليك عندك. تفضل يا محمد. طيب عرفتوا اللعبة صح؟ عرفتوها؟ اللعبة هي على الشاشة. الحين يا محمد لازم تختار من 1 لـ 7 عشان أعرف سؤالك شو بيكون. يلا اختار من 1 لـ 7. 1. يلا خلينا نشوف رقم 1. هاك، خل هذا معاك. رقم 1 صح؟ يلا الدخيل. الدخيل بيكون عندك مجموعة من الصور أو 4 صور، وفي صورة واحدة مختلفة ما لها دخل، فهمت؟ يلا شوف، عندك الحين موز، تفاح، كرز، وبصل. يلا طلع لي اللي ما له دخل بهم، الدخيل في 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 الصور هذه. لا 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 لا، بدون إجابة يا شباب، خلوا يجاوب. بصل. أعلى. بصل. بصل. البصل. بصل. إجابة صحيحة، يعطيك العافية ونقول لك ألف ألف مبروك. طبعا صحيح، الموز والتفاح والكرز كلها فواكه ما عدا البصل. صح، يعطيك العافية، تعال مبروك. تفضل يا محمد. لو تعطيه كيسة بس الحين. يلا. يلا ألف ألف مبروك، هذه عيديتك من قناة الريان. محمد. وأيضا هذه القصائم. أيضا قصائم شراغية من مسافر ومن سامسونايت وأيضا من جانجل زون. من جانجل زون، طيب تستاهل. يلا. هيا. يلا نزل. إلى اللقاء، إلى اللقاء، مع السلامة، باي باي. يلا أصدقائنا راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله بعد هذا الفاصل. ونحن في هذا الوقت سنقول عن أمرك ونصرح ونصرف ونصرف. صحيح. الجسد جسد المحبين. رجعنا لكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل القصير، ولازلنا مستكملين مسابقاتنا، وأصدقائنا نشوفهم ينتظرون يبون يشاركون معنا. فعطنا القرعة يا لبيب، خلنا نشوف القرعة جاهزة. وسابدأ بمشاركة بسحب رقم الأرقام الفائزين والذين سيقوم الملعب بمشاركة بهذه اللعبة، وهي لعبة القشرة. أوكي رقم. طيب رقم 68. 68 أحمر، كل واحد يشوف. 68 صح؟ صح 68. يا مرحبا، هيا تفضل تفضل. تعال. وأيضا رقم ثاني. رقم ثاني وهو الرقم، خل هذا معك. امسك. هب. مشكور. هب. أهلا أهلا. رقم 73. الرقم 73 وين؟ يا مرحبا، اهلا اهلا اهلا. طيب تفضل يا جاسر. يلا هم. طيب لبيب فسر لعبة الخيشة على السريع. اوكي، اذا لعبة الخيشة تفضل هنا، تعرفونها؟ يلا تعالوا روحوا مع لبيب. تعرفون لعبة الخيشة؟ تعال مع لبيب. حسنا، لعبة الخيشة عليك ان تقف داخل هذه الخيشة هنا. ابتعد قليلا لو سمحت. تعال تعال هنا، تعال هنا هنا هنا، وجهك هنا. ايوه، وعليك أن تركض بالخيشة بهذه الطريقة من هنا. أوكي. تتخطى الحاجز، تدور حوله. لازم تسوي نفسك. ثم تركض. طب هنا 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 هنا، ثم تدور حول الأحمر. الأحمر تدور حوله، الأصفر من برا. وتأخذ هذه، تضعها على رأسك. أوكي. وتعود بنفس الطريقة. لازم تلبس هذا. 2 3 4 5 6 7 8. طنق طنق. هنا من برا وتكمل. طنق. الأحمر الدور. خلاص 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 لبيب، افهموا والله افهموا، خلاص خلاص ما يحتاج. طيب
يلا دور اصدقائنا يلا يا لبيب. اول شيء شو اسمك؟ مؤمن. شو اسمك؟ مؤمن. يا مرحبا مؤمن. شهيد؟ حلا. حلا يا مرحبا يا حلا. طيب يلا نبدا بمن؟ مؤمن ولا حلا؟ ساعدني لو سمحت. تعال. يا جاسر. يلا تعال. انا طيب. دائما اعتقد بانني ما زلت طفلا ولكن ريح هناك ريح هناك. انا بستلم الامور من بس رجع الكاب. فهمتوا اللعبه؟ فهمتوا شو تسوون؟ الاحمر شو تسوون عنده؟ تدورون حوله مره بعدين هذا من برا. فهمتوا؟ يلا امسك. وشو؟ ايش قلت؟ الاحمر شو تسوي؟ الاحمر ادور حوله والاصفر اطلع برا من برا. صح بس ايه. يعطيك العافيه. يلا ابدا انت يا مؤمن اذا انت فاهم. تفضلي. يلا ارجع ورا. حلا روحي عند لبيب. روحي عند لبيب. ارجع شوي ورا. لا 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 تعال تعال هنا. اوكي وانتم شجع الصديق محمد. يلا عدوا معاي. يلا احمد محمد. ثلاثة. لحظة لحظة. ثلاثة مرة ثانية. ثلاثة. لحظة 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 يا جاسر. اي التايمر صح. ثلاثة اثنين واحد. يلا هيا. احسن احسن احسن. انتبه شوي شوي. يلا من برا. اسرع 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 ترى في وقت. احسن 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 احسن. يلا البس الكاب. البس 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 البس. ايوه لا يطيح. تابع تابع ما يطيح. يلا دور دور. يلا من برا. انتبه انتبه. يلا دور. اسلم دور. انتبه انتبه. بس خلاص يلا خلاص انتهى الوقت. لا 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 جاسر علي ان يعود علي ان يعود. يرجع مرة ثانية. نعم نعم. يلا نعم. ارجع هناك. بنشيل خمس ثواني منها. نعم عليه ان يضع فقط ال ال الكاب. سمي هذا القبعة. القبعة مرة ثانية. ايوه يلا نزلها. أو انتبه. يلا ارجع ارجع ارجع. عادي 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 تعال. عادي عادي عادي. يلا صفقوا له صفقوا له صفقوا المؤمن صفقوا المؤمن. يعطيك العافية. تعبت؟ إذا دقيقة وأربع ثوان. بس فزت صح؟ إيه؟ ما ندري فزت ولا لا. خلينا نشوف الوقت. يلا تعال يا مؤمن. حلا تعال. كم الوقت؟ الوقت دقيقة وأربع ثوان. دقيقة وأربع ثواني يعني وأربعين جزء من الثانية. أوكي. هيا تفضل. يلا جاهزة حلا؟ يلا شوي شوي ها لا تطيحين. لحظة يا جاسر. يلا البسيها عدل البسيها عدل. ثلاثة اثنان. البسيها كامل. واحد جاهزة. يلا لحظة لحظة لحظة. جيد جدا ها دقيقة جيد جدا. يلا سكي. طيب يلا جاهزة جاهزة. يلا معاي معاي عدوا. يلا ثلاثة اثنان اثنين واحد واحد. يلا شوي 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 حلا. احسن 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 احسن. لا تطيحين. انتبهي انتبهي. احسن. لا 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 كملي على الاحمر على طول. يلا تابعي تابعي. كملي على الاحمر. احسن احسن. صفقه صفقه. وين الصفقه؟ حلا صفقه. حلا يلا البسيها البسي. يلا روحي. لا تطيح لا تطيح لا يطيح الكاب. القبعة على الطيح. انتبهي. احسن احسن احسن. تابعي تابعي. بما انها كملت. جيد جدا. يلا عودي من برا عودي من برا. بس طبعا طبعا. بس جيد كملي جيد كملي جيد. على الاحمر كملي على الاحمر. تابعي تابعي. يا سلام انتبهي. اوه كملي كملي معلش كملي كملي. يلا نزلي نزلي نزلي. يلا ارجعي مشي عادي. عودي عودي سيدة عودي. سيدة سيدة. ايوه ارجعي. يلا خلاص يعطيك العافية. وقف التايمر. 58 ثانية. دقيقة و 58 ولا 58 ثانية. صفقة 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 صفقة. جيد جيد جدا. طبعا من اللي فاز يا لبيب؟ ها؟ من اللي فاز؟ الاثنان. كلهم فايزين. مع ان حلا كانت اسرع بس كلهم فايزين طبعا. تفضل. يلا يعطيك العافية. عطهم القسائم انا بجيب لهم الجواز. يلا القسائم لدينا قسيمة من الميرا مؤمن. وأيضا مؤمن. واحدة من سامسونايت ومن مسافر. تفضل يا محمد. محمد أم أحمد؟ مؤمن. يلا عيدك مبارك يا حلا. مبروك. وأيضا طيب. لك من الميرا ومسافر. لا لا لا. وأيضا من سامسونايت. تفضلي. يلا مبروك. دخليها داخل. مبروك داخل. مؤمن يلا. جيدة جدا. يعطيك العافية. إلى اللقاء. باي باي. لا 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 لا. أوه. سقطت. باي باي. طيب
يلا المسابقة الثانية يا لبيب. الثانية وهي يلا نبي أربع أشخاص من اللون الأزرق. طبعا أربع أشخاص جاهزين. اللون الأزرق خلنا ننزل اللون الأزرق. أزرق أزرق جاهزين جاهزين. يلا هيا هيا وسنبدأ بصف الكرة ولا ينسى نختار من اللون الأزرق رقم متسابق المسابق الأول الذي سيشارك معنا في لعبة فرز الألوان. هاي يلا امسك. شكرا شكرا عفوا. طيب رقم 16 وين؟ 16 يلا تعال يا مرحبا. طيب الرقم اللي بعده وسنتابع والأصحاب رقم الثاني. الرقم الثاني هو من أصحاب الرقم الأزرق وهو الرقم اوكي امسك رقم 12. وين رقم 12؟ اهلا اهلا كيف الحال؟ رقم 12 يا مرحبا. يلا رقم ثالث. رقم ثالث ونسحب الرقم الثالث الآن أيضا. يا سلام الرقم هو رقم 7. وين رقم 7؟ رقم 7. 7 اهلا اهلا يا مرحبا موجود. طيب تفضل اخر رقم يا لبيب. اخر رقم للمشاركة في هذه المسابقة وهي مسابقة فرز الألوان. من هو سيكون رابع؟ كم رقمك؟ أي 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 أي. كم رقمك؟ 6. الرقم كم؟ لنرى يا جاسر. خلنا نشوف. 15. مين 15؟ هو صفقة يا شباب صفقة. ايش رايكم في السحر؟ كيف عرفت؟ اخر رقم ايش دراك انه رقمك؟ ها؟ تعال قرب. ايش دراك انه بيكون رقمك؟ 15. انا اشوفك رافع ايدك قلت رقمي 15 دراك زين شلون دريت؟ حد من معي؟ قول ها؟ من يلا يعطيك العافية ما شاء الله تبارك. من يريد أن يكون معي ومن مع جاسر؟ خلنا نقسمهم اثنين فريقين طبعا. من معي ومن مع جاسر؟ من اللي بيروح مع لبيب من اللي بيجي معي؟ أنت مع جاسر؟ تفضلي معي. يلا تعال تعال يا مرحبا روح هناك أنت معه. يلا شو اسمك؟ لولوة. يا مرحبا يا لولوة. مشاري. شو اسمك؟ مشاري. مشاري يا مرحبا يا مشاري. يلا تعالوا ورا الطاولة روحوا ورا الطاولة. يلا أنا بفسر لكم اللعبة بسرعة. طيب سيف اللعبة هذه يبي لها تركيز ويبي لها سرعة في نفس الوقت. حلو عندكم الألوان في اللون الأخضر أنا أبي الأخضر هنا طيب والأصفر أبي الأصفر هنا هذه اللعبة صح واللون الثالث اللي هو عليكم فقط أزرق ولا أحمر سنضع هنا أنا بروح مع الأحمر طيب أحمر هنا وسنضع الأصفر طيب فهمتوا وسنضع حلو الحين أبيكم تفرزون لي هذه الأخضر في مكانه الأصفر في مكانه الأحمر في مكانه أوكي فهمتوا يلا جاهزين بحطها لكم هنا طيب جاسر ونحن ايضا هنا جاهزين جاهز يا لبيب بعد شرحت لفريقك لدينا اللون الاخضر اخضر اصفر احمر اخضر اصفر واللون الاحمر اصفر واحمر يلا جاهزين يلا معاي عدوا 3 2 1 يلا اسرع 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 وركزوا اي لون عادي قطيهم مع بعض عادي يلا توقف عمال اللي بيفوز فريقي ولا فريق لبيب فريقي اكيد فريقي انا لا قال فريقي من مع جماعة لبيب فريق لبيب شوف هذا فريق لبيب فريق جاسر معي اسرع 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 لو اني مختار ازرق ابرك حلو حلو اسرع اسرع فقط الاخضر ما بقى وقت واجد ترى ها يلا كملوا اصفر 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 عادي يلا يلا اسرع 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 الاحمر 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 عبوا الاحمر
بطلع لكم الاحمر لحظه. يلا عبوا الاحمر شوي شوي. ايوه طلعوا الاحمر من تحت. الاحمر الاحمر اسرع 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 اسرع. يا سلام. ها كم باقي يا لبيب؟ جسر شرف الوقت على انتهاء. ها هيا يلا احسبوا معاي. 5 10 3 2 1 ستوب 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 ستوب. خلاص طيب يلا حلو. يعطيكم العافية ما قصرتوا. جاسر أنا أتوقع فريق اللي فاز يا لبيب. أنا متأكد يعني... 100% أنا فريق اللي فاز. تعالوا طيب شوفوا خلينا نشوف. لبيب جيب لي اللي عندك. ها جيب لي اللي عندك. تفضل يا جاسر. يلا أنا بروح في النص بعد. ها توقعون من اللي أكثر؟ من من لبيب يقولون لبيب. لا ركزوا ركزوا. ها كلهم يهشرون علي أنا يا جاسر. ها يعني مو بنا مو فريق فريق لبيب أم فريق جاسر؟ حتى هم يقولون فريق اللي فايز. أنا أكيد أنا اصلا الكل فايز معنا يا جاسر. مع ذلك الكل فايز يا شباب. صدقوا 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 صدقوا. يعطيكم العافيه. يلا تفضلوا تعالوا معي الاولاد. تعالوا معي تعال. 1 2 يلا 4 مبروك الاولاد. البنات هناك البنات هناك مع لبيب. تعال الاولاد تفضلوا. وهذه قصيمه شرائيه من يلا من اين هذا؟ تعال من حياه بلازا من مسافر ومن سامسونايت. لحظة يا لبيب ما أعطيتهم الهدايا؟ وهنا أيضا لديك من مد من سامسونايت ومسافر. وهذه من أين؟ مبروك. من مطعم حدائق قنعان. وأنت من مسافر وسامسونايت. تعالي تعالي وكذلك من الجانجل. تعالي يا شو اسمك؟ تعال. من لم يأخذ قسيمة؟ خذيتي قسيمة؟ قسيمة ما خذيتي صح؟ طيب أخذي قسيمة. خذتي قسيمة؟ يلا يعطيكم العافية. من سامسونايت وكذلك من مسافر. حقائب مدرسية جميلة جدا ومن جانجل زون. إلى اللقاء مبروك مبروك يلا. مبروك. شوف عيوني قامت تدمع ما ادري ليش. هذا جرى فيها شيء؟ لا انضخ. طيب جيد يلا أصدقائنا راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. إلى اللقاء نراكم بعد الفاصل. أليس كذلك يا رجعنا لكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل مرة ثانية. ومرة ثانية أقول لكم نستكمل مسابقاتنا وخلونا نروح للقرعة يا لبيب. شو لحظة شو فيك؟ هناك بعض الأسئلة موجودة هنا ولكنني لا أعرف أين هي الأسئلة. يعني الفقرة الجاية المسابقة الجاية ايش بتكون؟ أنا هنا 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 الأسئلة هنا لدي الأسئلة موجودة؟ أوكي طبعا طيب. طبعا يلا خلينا نشوف من اللي بيشاركنا. الآن نحن نريد نبي 2 من أزرق. من أزرق. من أزرق. أوكي أحمر أحمر يلا أحمر. أحمر جاهزين جاهزين أكيد. حسنا 1 2 3 ولا نستطيع أن نصاب الرقم الأحمر. الرقم الأحمر الذي يشارك معنا في هذه اللحظة. حلو امسك شوية. لا يا جاسر دائما يعني عشان أفتحها ما يا جاسر. طيب 54 54 54 تعال تفضل. لا لا من الدرج يا مرحبا. طيب يلا رقم ثاني بس اخر رقم. الرقم الثاني وسنصب الرقم الثاني والرقم الثاني التي سيكون معنا في هذه اللعبه ولا رقم احمر. ماكينه مو بس ما شاء الله. طيب 64 64 64 64 هيا هيا. اهلا 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 يا مرحبا. طيب عبد الرحمن صحيح. هاي سنبدأ باللعبة الأولى وسننطلق بعد ذلك باللعبة الثانية صح؟ نبدأ صح؟ باللعبة اللي هي لعبتك صح؟ تحتاج شخصية؟ وسنسحب الرقم الثاني. يلا الرقم الأحمر الثاني وسنسحب الرقم الأحمر الثاني. ومن سيكون معنا في هذه اللعبة؟ يلا الرقم الجاي سووا معي كذا فهمتوا؟ طيب المرة الجاية يلا أو قولوا ستوب. يلا أول شيء خلينا نشوف الرقم هذا وشو.
لا لا خلي سوي نفسي. 71 71 وين؟ جنى 71 71 اشوف سوي كذا. لا اي تعال تعال ما شاء الله. الارنب الصغير الارنب الصغير يلا معاي 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 يلا 1 2 3 وسنقول الان يلا. لا مرة ثانية مرة ثانية ابي صوت ابي صوت يلا 1 2 3 ابدا. والان سنبدا برقم سلي لكل مرة في هذه اللعبة هو الرقم ايه يا سلام كان معي ترى في نفس الوقت. 61 61 وين؟ يا اهلا يا اهلا يا مرحبا تعال. طيب خلنا نتعرف عليهم بسرعة. امسك عطني المايك اللي معاك. يلا شو اسمك بسرعة؟ عبد الرحمن. احمد يا مرحبا. يوسف. يوسف يا مرحبا. عبد الرحمن. ناصر. ناصر تفضل يا هنا. طيب المسابقة هذه بتكون وشو؟ جاسر. هذه المسابقة ستكون عبارة عن شخصين. أين 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 هي؟ جاسر سنضع هذه على العينين. طيب مثلا أنا أغمض عيني. أوكي هكذا. وأنت ستدلني على الطريق. أوكي أنا بقول لك قدام يمين يسار قدام فوق اطلع فوق. احسن احسن يمين 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 اخر شيء يمين. ايوه يمين سيده قدام. ايوه قدام كمل 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 سيده كمل شوي كمل بعد. لا لا بعد كمل 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 كمل. لا ارجع ورا شوي ارجع ورا شوي. يلا اطلع فوق اطلع فوق احسن. يلا كمل سيده كمل سيده سيده. يلا دور ورا القمع اللي على يسارك على يسارك قمع. دور 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 ارجع 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 لف لف كامل. حلو طيب فهمت اللعبة؟ فهمت اللعبة؟ اكيد. يلا خلنا اذا هذه اللعبة اسمها لعبة الثقة. لماذا اطلقنا عليها اسم لعبة الثقة؟ يعني من عصبنا له العينين عليه ان يسمع ويثق. لازم توثق بزميلك. من طيب. سيبدأ؟ من اللي بيغطي عيونه؟ ومن اللي بيرشد؟ هيا تبي ترشد تقول له قدم ولا تبي انت تغطي عيونك؟ تغطي عيونك؟ اوكي طيب من اللي بيرشده؟ بتدله انت؟ اكيد تدله تقول له قدام يمين؟ لو سمحت يلا تعال تعال هنا. عرفت شلون شو تقول له صح؟ يلا ارجع شوي ورا. طيب شفتوا ايش سوينا؟ عشان ما يكون متذكرها بدون صوت لا حد يقول له شيء. يلا ثلاثة اصبر اصبر ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ارجع لين اقول لك ثلاثة اثنين واحد بعدين تبدا. اسمع خويك لا تمشي لحالك. يلا ثلاثة اثنين واحد يلا انطلق. اسمع خويك لا تمشي ارجع ارجع مرة ثانية قول له هاك قول له امشي 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 امشي. لا ارجع صوت اعلى صوت اعلى اعلى. دور في قمع على يسارك في قمع على يسارك صار. دور يسار ايوه يسار يسار دور دور ايوه كمل كمل سيده قول له قدام فوق فوق يا سلام حلو بداية حلوة يلا كمل 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 سيدة يسار يسار لا لا ورا ارجع ورا ورا بعد ورا 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 يسار يسار ورا يسار 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 فوق 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 احسن احسن دور دور احسن يا سلام حلو دور دور بعد لحظه والان سنبدل الادوار. وصل صفقوا يلا دورك انت ترشده. لحظه بك هنا هنا حلو خليك مكانك.
يلا قول له. واحد اثنين ثلاثة يلا. امشي فوق امشي. لا 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 تعال 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 لحظة لحظة لحظة. هذا كم؟ يلا 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 جاسر غطى يلا كمل. امشي فوق فوق فوق. امشي امشي دور 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 دور, دور. دور. امشي عد عد الى الوراء عد الى الوراء ارجع وراء لف 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 يمين. وين الصفقة يا شباب يلا لف فوق 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 فوق. احسن يلا اخر واحده كم مزيده فوق. اسمع ايش يقول لك؟ يقول لك فوق فوق اطلع فوق فوق. احسن يا سلام يلا صفقه 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 صفقه. الفريق الثاني هيا. طيب تعال تفضل لبيب. ايش رايك ايش رايك نسالهم سؤال اثنين؟ ها اثنين هذول نسالهم طبعا لدينا سؤال واحد. خلاص ليش لابسه للحين؟ طيب اقعد هناك خلاص تفضل. طيب تعال هيا هيا تعرف على اسمه كيف الحال؟ خلنا نشوف شو اسمه. تفضل يلا شو اسمك اول شيء؟ احمد يوسف. يوسف يلا يا احمد يلا يا يوسف. جاسر لدينا سؤالين فقط. خل هذا معك. طيب وانت خل هذا من يعرف معك. الاجابه يلا اسمع السؤال وجاوب زين زين. اسمع السؤال احمد بسألك يوسف. سؤال ابيك تجاوب يوسف أوكي؟ احمد ما هو لون البحر الاحمر؟ وش لون البحر الاحمر؟ ما هو لون البحر الاحمر؟ ازرق. ما هو لون البحر الاحمر؟ لون البحر الاحمر وشو؟ انتبه هيا 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 فكر فكر. ابيض. ها ماذا؟ لا 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 جسر. طيب ما هو لون البحر الاحمر؟ سهله. ما هو لون البحر الاحمر؟ لا ما هو؟ مش ازرق. ابيض. لون البحر الاحمر لون البحر الاحمر. ما هو لون البحر الاحمر؟ اسرع اسرع. لدينا ها ما اسمع ايش قلتي. خمسه. ها شو الاجابه؟ خمسه اربعه ثلاثه ازرق. اثنان ما له لون. واحد. ها ازرق ما له لون. لا 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 البحر الاحمر لا لون له. ما هو من ماء والماء لا لون الماء له. ما له لون صح ولا لا؟ يلا ولكن تعرفون العافية. لماذا يطلق طيب. عليه اللون الاحمر؟ عطهم جوائز الاحمر. تعرفون لماذا؟ بسبب صدف المرجان. صدف المرجان الاحمر الموجود في البحر الاحمر بكثره لذلك يطلق عليه اسم البحر الاحمر ولكن البحر لا لون له. وينك وينك. يلا على العموم نقول لهم الف مبروك كلهم كلهم طبعا فازوا. عطهم الهدايا انت طبعا تفضلوا. طيب يلا طيب تفضل. مبروك مبروك. اسمك احمد صح؟ مبروك قسيمه من مطعم حدائق كنعان وايضا من سامسونايت وايضا تفضل. قسيمه من مسافر مبروك. وانت لك قسيمه من مسافر أبروك. قسيمه من سامسونايت وايضا قسيمه من جنجل زون تستاهل. طيب انت لك قسيمه من مطعم حدائق كنعان وعندك قسيمه من مسافر وقسيمه من سامسونايت يلا مبروك. باي باي باي. وانت طبعا باي باي من مسافر باي باي ايضا قسيمه ولك من سامسونايت ولك من جنجل زون يلا مبروك يعطيكم العافيه. جسر طبعا يا شباب شباب اللي ما شاركوا معنا اكيد لهم جوائز باذن الله مقدمه لكم من قناه الريان وايضا بعد من يعطيهم العافيه اللي هم مطعم حدائق كنعان سامسونايت مسافر جزاهم الله خير. القسام هذه كلها ان شاء الله بتوزع عليك. وطبعا يا جاسر للاصدقاء الموجودين معنا هنا وللذين لم يشاركوا طبعا اللي ما شاركوا ايضا مجموعه هدايا من تويز فور مي هذه هداياكم باذن الله توزع انا بالتوزيع. يلا خلوكم خلوكم مكانكم خلوكم مكانكم مكانك 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 توزع عليك. انا ساعتي انا ساعتي هيا تفضلي يلا الف الف مبروك يا شباب تستاهلون وعيدكم مبارك. تفضلوا تفضلوا